جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المنطقة الشرقية مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم ميم، يسأل ويقول: عندي والدة يا شيخ كبيرة في السن وتلبس عصابة الرأس من الفضة وتلبسها في السنة مرة أو مرتين، فهل على عصابة الفضة زكاة؟ وما هي كيفيتها؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن المرأة مباح لها التحلي بالذهب والفضة، واختلف العلماء في الحلي المباح للمرأة هل فيه زكاة إذا بلغ النصاب أو ليس فيه زكاة. الأكثر على أنه لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال أو العارية، ومن العلماء من أوجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب، فإذا زكي من باب الاحتياط وإبراء الذمة فهو أحسن. نعم.